بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث عن المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية تلونا الشطر الأول من هذا الحديث. وأما الشطر الثاني من هذا الحديث يقول الإمام الصادق: ولا "ولتكفئن كما تكفئ السفن في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه". في زمن الغيبه حيث ان المؤمنين مستضعفون والامر بيد المخالفين ومن بيده السلطه والمال والاعلام ويثير الشبهات تجاه المذهب الحق والافكار الصحيحه هذا الانسان يجد اذان صاغية من الذين في قلوبهم مرض، أو الذين يضعف إيمانهم، فلذلك البعض ينحرف أو يرتد، والإمام عليه السلام يشبه الحالة في زمن الغيبة بسفينة انكسرت في البحر فكل من في السفينه يغرق الا من تعلق بخشبه فالذي يتعلق بالخشبه هذا يبقى على سطح الماء ولا يغرق والامواج تقذفه الى الساحل هكذا الذين في زمن الغيبه الكثير منهم الذين انكفأت سفينتهم ولم يتمسكوا بشيء، هؤلاء يغرقون في بحار الشبهات، وفي ظلمات الجهل. أما من تمسك بدينه في هذه الفترة، هذا هو الذي ينجو، ولا يمكن ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المجادلة: «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه». الله سبحانه وتعالى إذا كتب في قلب الإيمان وأيده وأيد صاحب ذلك القلب بروح منه فإن هذا الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعمل عملا اعتباطا وعبثا. عبثا لا يكتب في قلب الايمان، وعبثا لا يختم على قلب، وانما الانسان اذا احسن العمل الله سبحانه وتعالى يؤيده، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، لكن اذا الانسان بسوء عمله ظلم وفسق، الله سبحانه وتعالى لا يهديه، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهؤلاء الذين هم في زمن الغيبة إذا أحسنوا العمل الله يؤيدهم ويكتب في قلوبهم الإيمان، هذه كالخشبة التي تنقذ الذين كسر كسرت سفينتهم في البحر وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى لانه من الازل كان يعلم بان هؤلاء يحسنون الصنع وانه يكتب في قلوبهم الايمان وانه يؤيدهم لذلك حينما خلقهم يخلقهم خلقهم من طينه عليين واولئك الكفار والمنافقون الذين بسوء اختيارهم الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم لأنه من الأزل يعلم بأن هؤلاء سيختارون الكفر والنفاق وأنه سيطبع على قلوبهم لذلك يخلقهم وخلقهم من سجين يعني من طينة النار فهنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ولا تكفؤن كفأ الإناء يعني قلبه فيراق ما فيه ولا تكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه يعني في عالم الذر لأنه يعلم بحسن اختياره في الدنيا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه ثم بعد ذلك في المقطع الثالث من هذا الحديث الشريف الإمام الصادق يقول ولا ترفعن اثنتا عشرة راية مشتبها كل حق يحاول المبطلون خداع الناس بتقمصه وانتحاله تشوف الطبيب الحاذق سوق رائجة، الناس يراجعونه فيصف لهم الادوية ويغدقون عليه الاموال، في اعتبار مادي ومعنوي، لذلك ترى ان بعض الناس ينتحلون هو مو طبيب لكن ينتحل صفة الطبيب. ليش؟ ليحصل على تلك الأموال ولا يحصل على ذلك الاعتبار المعنوي الآن في بعض الدول يشترط في الوزير والرئيس وأعضاء البرلمان أن يكونوا حملة شهادات زين واحد حامل للشهادة طبيعي أنه يروح يسجل ويرشح نفسه اكو ناس ما عندهم شهادات، وهو يريد يستفيد من فوائد هذا المنصب، يزور الشهاده. النبوه حقيقه، وهي منصب الهي. النبي مؤثر، الناس يعتقدون به، ويطيعونه، لذلك بعض الناس يتنبؤون، يدعي النبوة كذبا وزورا لكي يعمر دنياه الإمامة حق لكن فيها فوائد دنيوية إطاعة الناس واتباعهم له وغير ذلك ولذلك تشوف كثير من الناس يدعون الإمامة كذبا وزورا في زمن الغيبة المؤمنون يعتقدون بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى المخالفين يعتقدون بانه سيكون في اخر الزمان واحد يظهر وهو المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه واله، لذلك الشوف البعض ينتحل هذه الصفه يدعي انه هو المهدي ليش؟ ليكسب دنيا فانية ولذا الإمام الصادق هنا يقول ولا ترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة مشتبهة يعني باطل يشبه الحق الاشتباه من الشبه المبطل خميج يقول أنا مبطل يحاول أن يظهر نفسه بمظهر الحق فيختلط الامر على الجهل من الناس لا يدرى اي من اي اي رايه هي رايه حق واي رايه هي رايه باطل قال الراوي فبكيت ثم قلت فكيف نصنع جل. الرايات ترفع، انت ما تدري راية الباطل شنو هي؟ راية الحق شنو هي؟ الإمام يقول له الحق واضح. انت اذا تستعمل عقلك تصل الى الحق. قل فلله الحجة البالغة. اي إذا واحد ما استعمل عقله ينخدع. الرسول محمد صلى الله عليه واله حينما بعثه الله عز وجل في مكة. الرسول اراهم الايات لكن الاكثر بقي على ضلاله لماذا لانهم لم يكونوا يعقلون يعني لم يستعملوا عقولهم الحق واضح ما يستعمل عقله ليصل اليه المشكله فيه وليست في الحق الحق ابلج واضح هكذا بالنسبة إلى الإمام المهدي، الآن في هذا الزمان كثرت الدعاوى الباطلة، واحد إجا يدعي أنه هو المهدي، واحد يجي يدعي أنه الوكيل الخاص والنائب الخاص للإمام المهدي مع أن النيابة الخاصة انتهت بموت النائب الرابع السفير الرابع علي ابن محمد السمري قبل أكثر من ألف عام حينما انتهت الغيبة الصغرى واحد يجي يدعي أنه النائب الخاص للإمام المهدي واحد يجي يدعي انه التقى بالامام المهدي والامام المهدي قال له كذا وكذا 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 وعين وظائف للناس. واحد يجي يدعي انه باب للامام المهدي، وترى ان كثير من الناس ينخدعون، لانه ما من رايه ضلال الا ومجموعه من الناس يتبعونها كما في الحديث الشريف. لماذا؟ لانهم لم يستعملوا عقولهم. مع ان الحق واضح. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غاب في الغيبه الصغرى ارجع الناس الى وكلائه الخاصين نوابه الخاصين عثمان ابن سعيد العمري ومحمد ابن عثمان ابن سعيد العمري والحسين ابن روح النوبختي وعلي ابن محمد السمري النواب الخاصين للامام عليه الصلاه والسلام. وبعد وفاه النائب الرابع الخاص الامام ارجع الى النواب العامين، الوكلاء العامين، يعني منو؟ يعني الفقهاء. واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فعلى العوام او فللعوام ان يقلدوه. أنت تراجع إلى العلماء الربانيين عالم يكون فقيح ورباني يعني ورع متقي ترجع إليه وتأخذ أحكامك الشرعية منه <applause> إلى أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الحق واضح لكن بعض الناس لا يستعملون عقولهم قال فبكيت ثم قلت فكيف نصنع قال فنظر إلى الشمس داخلة داخلة في الصفة من قوة من شباك مثلا الشمس داخلة فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس قلت نعم قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس يعني الحجة واضحة بس استعمل عقلك لتصل إلى هذه الحجة الحديث الرابع من أحاديث باب في الغيبة عن سدير أو سدير الصيرة فيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف كثير من الناس يستصعبون بعض الحقائق فهؤلاء يحتاجون إلى ذكر مثال لهم يعتقدون بذلك المثال تقول هذا تعتقد بي نعم تقول هذه الحقيقة التي تستصعبها مثل هذا المثال ماكو فرق فحين ذلك يهون عليه الأمر زين الإمام المهدي غائب البعض يستصعب الغيبة يمكن أن يكون ولي الله غائبا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عمره طويل ايمكن أي لانسان ان يطول عمره اكثر من الف سنه؟ الامام المهدي عليه الصلاه والسلام موجود في المجتمع لكن الناس لا يعرفونه وهو يعرفهم ايمكن أي ذلك؟ لاجل رفع هذه الاستبعادات اللي لا تستند على اساس صحيح وانما مجرد استبعاد، لاجل رفع هذا الاستبعاد وهذه الاستبعادات الائمه عليهم الصلاه والسلام ذكروا امثله من الانبياء السابقين التي تلك الصفات كانت موجوده فيهم، بيان اوجه الشبه بين الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والأنبياء السابقين. مثلا في طول العمر نقول إن الله سبحانه وتعالى شاء أن يطيل عمر نوح عليه السلام، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فأخذهم الطوفان، تسعمية وخمسين سنة في قومه قبل الطوفان. بعد الطوفان إيش قد بقى؟ الله العالم. الإمام المهدي أخفي ميلاده. أيمكن أن يخفى ميلاد شخص بهذه المنزلة؟ جواب نعم. كموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أخفى ميلاده. عيسى عليه السلام ادعى اليهود والنصارى ادعوا أنه قتل. لكن الله سبحانه وتعالى أنقذه. من الذين ارادوا ان يقتلوه كذلك الامام المهدي البعض يدعي او يزعم انه قد مات يقال ان الله سبحانه وتعالى كما حفظ عيسى عليه السلام كذلك حفظ المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الامام المهدي عليه السلام حينما يظهر يسير بسيره هي سيره رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسيره امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ابراهيم عليه السلام اعتزل الناس كذلك الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اعتزل الناس وهو غائب عنهم على كل حال فاوجه الشبه بين الامام المهدي والانبياء الماضين بينت في الاحاديث الشريفه من جملتها في هذا الحديث الشريف الذي يبين فيه الإمام الصادق عليه السلام وجه الشبح بين الإمام المهدي ويوسف عليه السلام يوسف إدعى إخوته أنه مات أكله الذئب وهو غاب عن أهله غيبة طويلة في بعض الروايات أربعين سنة وإخوته في هذه الغيبة التقوا به وهو عزيز مصر فعرفهم وهم له منكرون هو يعرفهم بس هم ما يعرفوا وتعاملوا معه وتعامل معهم باعهم الحنطة وأخذ منهم البضاعة المزجات ثم ارجعها اليهم في القضية المفصلة التي بينها القرآن الكريم، يتعاملون وياه يشوفوه، لكن لا يعلمون انه يوسف عليه السلام. وفي هذه الفترة هو كان يتمكن من ان يخبر اباه ويخبر اخوته بانه حي يرزق، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له. يعقوب عليه السلام كان يعلم بان يوسف حي يرزق. لان جبرائيل عليه السلام اخبره بحياته لكن لم يكن يعلم مكان يوسف وفي اي حاله إن هو مع انه المسيره بين كنعان بلد يعقوب عليه السلام وبين مصر مسيره 19 يوم او 18 يوم واذا واحد شويه استعجل قطع كل منزلين في يوم واحد مسيرة تسعة أيام، زين يوسف وهو عزيز مصر، الصدر الأعظم ورئيس الوزراء، كان يتمكن من أن يرسل أحدا إلى يعقوب فيخبره بأنه حي، لكن الله لم يأذن له، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى له، فعرف نفسه للإخوة، وأرسل قميصه إلى والده، وبعد ذلك كتب إليه أن يأتي إلى مصر، فالتقى به وهو في مصر، الإمام المهدي كذلك البعض يزعم أنه لم يولد، البعض يزعم أنه مات، البعض يستغرب عن الغيبة كيف هو حي ونحن لا نعرفه؟ قل إخوة يوسف لم يعرفوه لأنه اخفى نفسه عنهم مع انه كانوا يرونه كذلك الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف شاءت مقادير الله سبحانه وتعالى ان يكون غائبا لكنه موجود في ضمن الناس يشهد الموسم الحج يراه الناس يرونه لكن لا يعرفون انه هو الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول الإمام الصادق إن في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف ذكرنا فيما مضى أن الرسول كان قد أخبر بالمهدي وأخبر أنه من ولد الإمام الحسين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله لذلك الشيعة وغيرهم كانوا يعلمون بهذه الحقيقة لكن من هو الإمام المهدي لا يعلمون هو الإمام الباقر هو الإمام الصادق هو الإمام الكاظم هو الإمام الرضا لا يعلمون لكن كانوا معمورين بالانتظار في هذا الحديث الإمام يقول الإمام الصادق إن في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف يقول للراوي أنا لست المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وآله شنو الشبه في يوسف قال قلت له كأنك تذكره حياته أو غيبته شنو الشبه في يوسف أنه حي لم يمت خلافا لما زعموه من أن الذئب أكله أو أنه غائب فقال لي وما ينكر من ذلك شنو المشكلة الله شاء في الأمة الماضية في الأمم الماضية أن يحفظ يوسف على رغم أنهم كادوا له كيدا وأرادوا أن يقتلوه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين <applause> إلى أن يقول قال قال منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب فقال لي وما ينكر من ذلك إذا الله شاء في الأمم السابقة أن يحفظ يوسف ثم شاء أن يغيب يوسف عن أبيه وعن قومه أربعين عاماً فترة طويلة، شنو المشكلة؟ أن يشاء مثل ذلك في هذه الأمة. ثم قال هذه الأمة أشباه الخنازير. يبين أن الذي يسمع الحق لكن ينكره من غير برهان. هذا رجس الخنزير رجس مادي الله خلقه بهذه الكيفية الإنسان الذي ينكر الحق مع دلائل الحق يعاند هذا رجس معنوي ومادي أيضا الآية شنو تقول أولئك كالأنعام بل هم أضل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. ثم بعد ذلك الامام يقول: شنو وجه الاستنكار؟ ان اخوه يوسف عليه السلام كانوا اسباطا اولاد الانبياء. هؤلاء ابوهم يعقوب نبي. جدهم اسحاق نبي. عمهم اسماعيل نبي جدهم ابراهيم نبي ابناء الانبياء وكانوا اسباطا السبط اصل جذر اللغوي فيه بمعنى الامتداد ويطلق على ابن الابن وابن البنت ولو الان الاستعمال الشائع في ابن البنت لكن هو في اللغه اعم والاسباط في بني اسرائيل كالقبائل في بني اسماعيل كل واحد من اولاد يعقوب سبط وذريه احد الاسباط ويوسف اخوهم يعني هم شايفين في صغره لكن في كبره لم يعرفوه تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه حينما ذهبوا لشراء الحنطه في القحط المعروف ويوسف عزيز مصر تاجر يوسف دفعوا البضاعة المزجات وفي المقابل أخذوا الحنطة وبايعوه من المبايعة يعني يعني باعوه وباعهم وخاطبوه تكلموا معه وهم إخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال يعني حينما أذن له الله سبحانه وتعالى أنا يوسف وهذا أخي. فما تنكر هذه الأمة الملعونة أن يفعل الله عز وجل بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف. ليش تستبعد بذلك؟ زين هذا بالنسبة إلى عدم معرفتهم له. بالنسبة إلى الغيبة أن يوسف عليه السلام كان إليه ملك مصر، يعني كان عزيز مصر. رئيس الوزراء كان. الواقع هو كان الحاكم الفعلي ملك مصر ما كان بيده شيء الحاكم الفعلي كان هو هذا الوزير اللي هو يوسف عليه الصلاة والسلام كان إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوما فلو أراد أن يعلمه لقدر على ذلك 18 يوم يدز واحد يخبر أباح بأن يوسف حي وهاي المسافة 18 يوم كان يمكن اختصارها إلى تسعة أيام يعني كل منزلين في يوم واحد الإنسان يسير فيه لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر يعني من كنعان في البادية ساروا إلى يوسف في تسعة أيام شوقا إلى يوسف يعني قطعوا المنازل أسرع فما تنكر هذه الأمة أن يفعل الله عز وجل بحجته كما فعل يوسف أن يمشي في أسواقهم يعني أنت لما تمشي في السوق تمشي في الشارع رايح للزيارة تشوف ناس كثيرين لعل أحدهم هو ولي الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الشريف ما معناه لا تستصغرن أحدا من الخلق فلعله هو ولي الله أنت اشدرك هذا الإنسان اللي ما تعرفه هو الإمام المهدي فلذلك أي واحد ما تعرفه لا تستصغر لعله هو ولي الله أن يمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم بسط جمع بساط يعني يمكن أنت في مسجد في حسينية في منزل واحد غريب لا تعرفه يدخل ويضع رجله على فرشك للزولية اللي انت فارشها من قال لك بأنه ليس هو الإمام المهدي لكنه مأمور بأن لا يعرف نفسه حتى يأذن الله في ذلك له أن يعرف نفسه كما أذن ليوسف لي قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منَّ الله علينا. في حديث شريف يرويه محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أنه قال: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم يعني الحج كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له في الظهور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.